ارجع لسؤال حضرتك، لا انا واثق ان اللعيبه ركزت من بعد صفاره الحكم، بعد ما احتفلوا وتاني يوم روحوا خلاص ركزوا في ماتش الكاس، ده اللي احنا متعودين عليه. المباراه مرت بظروف صعبه جدا احنا عشناها، يمكن امير كان موجود معانا يمكن احمد ما كانش موجود. واكتر مباراه من وجهه نظري مباراه الصفاقس، الصفاقس يعني من اكتر المباريات اللي كانت شبيهه جدا، حتى توقيت الهدف حتى شكل الهدف قريب جدا من السيناريو بتاع مباراه الصفاقس ابو تريك. بالظبط، يعني حتى يمكن في صوره كده جايه وش رجل ابو تريكا وقفشه وتريكا نفس يعني تفصيلة. نفس التكنيك بتاع التصوير بالظبط، نفس الفرحه بالزبط. ونفس اللعيبه فرحه اللعيبه ونفس كل حاجه كل الاحساس بالنسبه لنا. وناس كتير شبهتها ب 2006 فعلا البطوله الاقرب في غلاوتها، لكن انا في اعتقادي الشخصي دي كمان الاغلى شويه، الاغلى لان كان ليها اولا بتلعب قدام نادي الزمالك بالظبط طبعا ومباراه تاريخيه حتى على مستوى الكاف، اول مباراه في كاس افريقيا تلعب ما بين يعني بلد واحده بتتلعب في مصر كمان وظروف المباراه صعبه جدا يا كابتن.